الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن كسو جرني كتاب كني الممتع في شرح الآجرومية، وعن كسو جرني منصوبات الأسماء شيخ وعير شارحة، عنوان كجانب وأسمي: عاشرا المفعول لأجله. قال وحي المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. قال وحي المصنف صاحب الأجرمية: باب المفعول لأجله، هذا كان باب المفعول، مفعولك أي باب يهي، باب المفعول لأجله، مفعول لأجله أي باب يهي، مقعي بضم بولي هي أذكو أركيسان كتبته، باب مفعول لأجله وليهذا، مفعول من أجله وليهذا. مركا عبد الشيخ أنه نحن عبر باب المفعول لأجله، وقع حوحير وهو أسوأ الاسم واسم فعل كي حرف كي باب حي اسم كاسو المنصوب لكردقي وحاب حي مجرور كي مرفوعي الذي اسم كاسو يذكر لشيغو بيانا عدين درسيد لو شيغو العدين يو لسبب وقوع الفعل فعل كدعتان كيس سبب تيسا لو شيغو وسبب كأودع فعل كان ايا لو شيغي لو شيغي مفعول لأجله نحو قولك هذا الكاغا او قراءتني قام وحا استاغي زيد زيد ايا استاغي مركا وحا صورة قراءة لما هو استاغي إجلالا وينين درتد لعمر عمر وينين يو مرك إجلال لعمر وقصدت كنيه أذان كوسو قصدي أو كو إمد أذان كوسو قصدي لما قصدتني بمش كجرت ابتغاء معروفك سمف سم 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 هاجا سم فلك هاجا يعني قدرين يرجو يدونت أن دوني يدرت أيان أكوسو قصدي ابتغاء معروفك. نبدا مثال صاحب الاجرميه كان الشرح المفعول لاجله تعريفه هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل انت وش ينبك شيء صاحب الاجرميه عيني هو سواء الاسم اسم وهي اسم كاسو المنصوب لقرنقي الذي اسم كاسو يدرك يذكر له شيء بيانا عدين درتيد لو شيء لسبب وقوع الفعل فعل دعيتان كيس سببتي سنه لو شيء مثاله قام زيد اجلالا لله صاحب الاجرمي وحير موتى اجلالا لعمر شارح وبدلو وحير اجلالا لله سبحانه وتعالى قام وفعل ماضي زيد وفاعلك اجلالا وحلده منصوب على المفعوليه مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره لله الله حرف جر الله مجرور بالله وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره الجار والمجرور متعلق بإجلال بالله ذوك وقصدتك وانكوس وقصدي وفعل فاعل مفعوله بس قصد قصدتك وفعل فاعل مفعول لما قصدتني ابتغاء معروفك ابتغاء وحل ذهي مفعول لأجله منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة على آخره معروف مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر إعراب شيخ وقتنا مك إعراب إجلالا مفعول لأجله منصوب ذكر بيانا أي الله شيء ذكر ولا شيء بيانا عدين درتد لسبب وقوع الفعل فعل كالإعتان كيس سبب تيسال الله شيء ودعي أما لسبب وقوع الفعل فعل كدعتان كي سبب تسع عدين العضين أيوه وهو سيون القيام استاقوي فعلك ابتغاء مفعول لأجله منصوب يذكر ذكر ولا شيء بيانا عدين أي الله شيء لسبب وقوع الفعل فعلك دعتان كي سبب تسع العضين أيوه أما أي الله شيء حسوك الذي كاسو قبله ارتسى هذا وهو سيون القصدوي وعلامة المفعول لأجله مفعول لأجله على مد قفك وكوكرانكر ومفاعيشك له وكذا سوعي كروحي تاي وأستاني علامة أن يصح إني أصحله
وقوعه مفعول لأجله دعيتان كيس أيوا صاحبه جوابا يعني أدعو جواب لقولنا هذا الكين اللو جوابيه لما قام زيد زيد با استاقي لما قام زيد زيد محوس التاج إجلالا لعمر إجلالا لله نحو قولك جيت وان إميد رغبة دونتان في العلم علمي أن دوني علمي دونت أن دوني درت أيان وإميد جيت رغبة جيت فعل فاعل رغبة مفعول لأجله منصوب في العلم جرى مجرور متقن تعلقي رغبة كتعلقي وين فالرغبة مفعول لأجله ويان لأنه محاير يصح وأصحيا وقوعه دعيتان كيس جواب ودعه لقولنا هذا الكان لما جئت محا أتمت ومن أمثلة المفعول لأجله مفعول لأجله تصال ياشي سأيكمد هذه في القرآن الكريم قوله تعالى ولا تمسكوهن الضمر كي طلاق وضها هايساننا ضرارا لأجل ضرار ضرارا لبدرت ضمر كواد هاي ستان وحرق قعيات كو هيسان لماذا؟ لما أعطوه هاي ستان وحطوه هاي ستان ضرارا ما هذا قشو معه ويدع ذا إن بذن ظلم قوى وقوله تعالى ينفقون ويبحنا أموالهم حول هذا ابتغاء مرضات الله أي يبحنا لماذا ينفقون لما ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وكآيات في أعراف ايش كل شيء أنا بدأ أعراف الحادي عشر المفعول معه كنوى مفعول معه قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول معه هذا كان باب مفعول باب المفعول معه مفعول معه باب كسيوي وهو مفعول معه الاسم اسموي اسم كاسو المنصوب لكري الذي اسم كاسو يذكر الله شيخه لبيان من فعل معه الفعل لبيان من عد عد عدين تدعي له شيخه فعل الله فعل معه لجر كيس الفعل فعل تعد للاسم يبال الشقية نحو قولك جاء وحايم الأمير والجيش والله جاء وحايم الأمير أمير كبايمت والجيش ومع الجيش وهو المعيوي ومع الجيش بايم جاء وفعل ماضي الأمير وفاعلك والجيش نوحل لدى هاي الواو وهو المعية وحل لما كوكب حكوا بدرس مع الجيش مع ومضاف الجيش المضاف إليه واستوى الماء به بكر نغضي والخشبة مع الخشبة شيء شيدنا الشرح المفعول معه مفعول معه تعريفه تعريف المفعول معه مع المفعول معه تعريف كي سيقي حتان كيسو هو الاسم هو اسم المنصوب لكردغي الذي اسم ياسو يذكر لشيغو لبيان من أحد عدينتي صدرت يا لو شيغيا أحد كاسو فعل لسميي معه أحد كالجران كيسا الفعل فعل مثال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نبي قول كيسي هذا الكيسي ويؤيري بعثت والصبح والصوصاري والساعة مع ومع الساعة أي مع الساعة ساعد لجنة كذا إلى صوصاري معناه أنا هي ساعد أو أحب أن أنكر الدنبين نبي طولها كادت أن تسبقني وحب السكتابي أنا يسهر مرتو إعراب هنا بعثت وفعل فاعل فعل ونائب الفاعل وي والساعة الواو والمعية الساعة مفعول معه منصوب مع حللها مع منصوب مذكور ولا شيء لبيان من أحد عدينتي سأيا الله شاقي أحد كاسو صاحب النبي لا صاحبي في البعث صدر در يعني كلو صاحبي إلى ما كلا صدر النبي يعني ساعدنا ولا صدر معناه حوي ساعدي ولا صعته والنبي علامت ويه عليه الصلاة والسلام يا الغولة أنواعه أنواع المفعول معه المفعول معه على نوعين مفعول معه لبن نوعين لبعض النوع سان وش يدون مثل البو حويان وح واجبه إلى كرنيجو هي وح أي بنان تهي إن مفعول معه هنا لغو كرنيجو مرفوعنا لقد إذا أي بنان تهي لبعض أسوي شيء يدون كنت تكلم على شيء لكن أنت سأسكت جاب سين عاد
أنواعه المفعول معه على نوعين، لبن نوع يوكد الصنادي، ما يجب نصبه، ما النوع، ما الذي متك يجب واجب نصبه كردقيس على أنه أهنشيس لو كردق مفعول معه هذا وح مفعول معه النماء إن لو كردق أي واجبيس وكوش الرحيو حكيري وهو كاسي الذي كيوي لا يصح تشريكه لو ذا جنتي سوامتك إيسان أصحين لما الشيء لو ذا جيو شيء قاسو قبل الواوي وغهرتي سأهذي في الحكم حكم كلا لو ذا جيو نحو سهر زيد والكتابة سهر وحسو جيدي زيد زيد باسو جيدي والكتابة مع الكتاب ما كلام أرى كرو والكتاب لما أرى هاي لي سجيت كو حقيقة كوي هاي وكرد عكرا وكريا زيد أما كتابك زيد وضن كرا كتابك ولا صاحب سينه كتابك ولا صاحب زيد بس زيد زيد وحلو شيء كرا سجيتك أساسي عبد عندنا أي مع الكتاب فالكتاب كتابك مفعول معه هو واجب النصب نصبه سنو واجب هاي محايرة لأنه أصغر لا يصح ما أصحيه تشركه وذا جنتي سلالله وذا جيد زيد زيد في السهري سجيتك فليس المعنى معنه معها سهر زيد وسهر الكتاب وهذا معنه معها ومن هذا النوع النوع عن سجع أو أه إن وحواجب يكرنجة قول المصنف أو من هذا النوع قول المصنف مصنف كهذا الكسي يكمد هذا ويري استوى الماء والخشب الخشبة الخشبة هذا حاليا هذا مركب بركدة بركدة أي حوس من جرين الواح أي دحجر من جرين الواح هذا حوس من جرين مركب متر هذا طبعا متر لباطن متر صدن متر مركب بيه مركب متر هذا ذو حلو قرنا الواح كتاجن مش مركب بيها مروى البؤيس كروس وكعان دي وحي صورها عيان الواحي بي لسنا أنا يعني طبعا متر لباطن متر صدن متر صدن لتر لباطن لتر ها سوكرة مركب واحد صعنا يوابيه لكن خشب كالصورة قال كما أهينو سوكر قع أصوى تاين وخشب معناه وإذا ددو حريجر المكة قرم مترات بيجرين قرم مترات استوى الماء به باكر نوضي والخشبة مع الخشبة قرن متريد كي لجرن كيس أي مع الخشبة وي فاستوى الماء فاستوى هنا بمعنى ارتفع أي الغوضة إعراف في سنو أسكع عبد هايو سيدة هرؤم ويان كاسو النوع نوع على بعض حوير شيخه ما يجوز نصبه على أنه مفعول معه ما الذي متكي ويجوز بنايه نصبه كرنق يساب بنان على أنه أسغى مفعول معه مفعول معه إنما إن لو كرنق أي بنان تهي وهو أسوأ الذي كيوي يصح وصح يتشركه وذا جنتي سلما قبل الواوي وهو وحكه الرئيل لو ذا جي في الحكم حونك نحو سهر زيد وعليا لباكو بنان وعليا هذا مفعول معه نمو يكون نسب سيئة والتقدير تقدير كن حويان سهر وحاسو جيد زيد زيد مع علي علي لجرد كسو جيد على نفسي سورة قال وكيه سو جيد ويجوز وحا بنان رفعه يعني قدال كيسا بنان رفعه علي قدال كيسا يا بنان على أنه على أنه أصغى هنشيس معطوف ويهمل وعطفي على ما قبله حكه الري فتقول وحل ذهي سهر زيد وعلي علي زيد علي بوايسو جيدين والتقدير تقديرك وحن غنى يا مركز يدا سهر زيد وسهر علي وتكون الواو وضو حيهانيسا حينئذ مركز يدا عاطفة بين غنيسا وفي هذا الحال حال كايسقا العطف عطفك هو سوء الراجحوي عطفك الراجحة أو مرها دي عطفك مفعول معه لبضوا أي صورة قلتهاي عطفك أي الراجحة ما أنت عطفك أي الراجحة لأنه محايل على أسوأ سقى يا أصلح ومن هذا النوع النوع عن سقى قول المصنف مصنف هذا الكساء يكم إذا هذه مثال أنه كان مثل أنه كان جاء الأمير والجيش والله مركب لبضب وصورة قال جاء الأمير والجيش والجيش إن أتراض والجيش إن أتراض فإذا أردت هذه أدوان مركب الإخبارك والرميت بأن المجيء إماشه وقع إنه دعي من الاثنين اللي بدأ حقه إنه كدعي جيش كأي أمير اللي بدأ إنه كدعي فيصح صح يا مركة الرفع قذال فتقول واحد هذا جاء وحيميد الأمير أمير كبا يميد والجيش جيش كبا يميد وإذا أردت دياد تعليق بارك ورمت بأن المجيء إماشه وقع إنه دعي من الأمير
أميركا حقي سكلي إنه كدعي والجيش جيش كنا مصاحب ويهمل لصاحبي له للأمير لصاحبينا فيصح صحي النصف كردك فتقول وحلاله جاء وحيمي الأمير أمير كبايمي يا والجيش جيش كبايمي انت استوحى الله صبحنا مفعول معه مفعول معه شيخ حكي لبقية منصوبات الأسماء أسماء ذا يعني كو الله كر كو الله كر انت سهرتينا قال المصنف مصنف كو حيري وأما خبر كان وأخواتها خبر كان كان خبر كذا وأخواتها كان ولا له يعني خبر كأي لهاين واسم إن اسم كذا وأخواتها يعني إن ولا له خبر كأي لهاين فقد تقدم وصهر مري ذكرهما شيئتان كذا صهر مري في المرفوعات الوشي مرفوعات الأسماء الوشي وكذلك ساسوك روح صهر مري التوابع التوابع دون صهر مري عطف كي بدل كي توكيد كي وحي صهر مري فقد تقدمت وي صهر مرتي أيضا هناك هل كابيك صهر مرتي مرفوعات الأسماء الشرح من المنصوبات وحكم إذا خبر كان وأخواتها باكم إذا واسم إن اسم جدي وأخواتها باكم إذا وتابع المنصوبات منصوبات كي راعي أيال لمده قد تقدم وأي صهر مري وحصلا وقد تقدم وصهر مري بيان ذلك كاعد انت صهر مري انت صهر مري في بابه بابك صهر مري من دور باب بابك سالرات ذوي فلا حاجة هذا بضل فلا حاجة بنا أن نجد ضن كملهم بيني وحاجة أن ومصنا إلى إعادة شيء شيء سعري تانكيسة منه أشياء كمذا أنا مذكورات كمذا باب المخفوضات من الأسماء وكتاب قبل جبديسي هذا كان باب المخفوضات هو الله هوس باب كودي مخفوضات كاسو من الأسماء أسماء كمذا قال وحي الى المصنف وحي المصنف وحي رحمه الله تعالى وصاحب الاجرميه باب مخفوضات الاسماء هذا كني باب مخفوضات الاسماء اسماء قوى الله قوي باب قوي المخفوضات مخفوضات قوى الله قوي ثلاثة أنواع سدح نوعوي المخفوضات قوى الله قوي ثلاثة أقسام سدح نوعوي سدح قيبودوي مخفوض من له قوي بالحرف حرف لو هوسي إيه ومخفوض من له هوس لغيو بالإضافة إضافة إيه سطور لو هوس لغي إيه وتابع من راعية للمخفوض من له هوس لغيو راعية فأما المخفوض من له هوس لغي سد حس وقيمي شيخ فأما المخفوض من له هوس لغي بالحرف حرف لو هوس لغي فهو سو ما إيه الذي كيو يخفض له هوس لغيو بمن لو هوس لغيو وإلى لو هوس لغيو وعن لو هوس لغيو وعلى لو هوس لغيو وفي لو هوس لغيو ورب رب لو هوس لغيو والباقي بعض لو هصدقه والكافي كاف لو هصدقه واللام لام كل لو هصدقه وبحروف القسم دارت حروف لو هصدقه وهي حروف القسم كي الواو وودي والباء بادي والتاء تاء دي وبواو الرب رب واو كده لو هصدقه ايه ومذ مذ لو هصدقه ايه ومنذ من دول بقى صار تفصيلين دونا وحروف الجر هرنا وصمرنا الشرح شرحي شيخ حكيري بالاستقراء والتتبع بالاستقراء وتتبع كلام العربي بالاستقراء دبقل اي وتتبع كلام العربي عرب هذا الكدر راعتان للراعي وجد وحل اوغادي او لهلي ان المجرور مجرور كاي مثل له هوسيغو او من الاسماء اسماء كم اذا ياتي واي ماذا مجرور كاسي على ثلاثه انواع سدح نوع وكي ماذا مجرور مثل له هوسيغو بحرف الجر حرف جر وهوسيغي اي ومجرور مثل له هوسيغو بالمضاف شيخ صاحب الاجرميه محيري المخفوض حيري بالإضافة بيري إضافة بيري شيخ أنا شارح أنا محيري بالمضاف أصلا صح سيد الراجح وحويا مضاف كأي مضاف إليه هوصلية أي إضافة أو شيء معنوي ما هو صلحتوي مجرور من الهوصلية بحرف الجر إيه ومجرور من الهوصلية بالمضاف له هوصلية إيه ومجرور من الهوصلية لأنه محايا تابع وحراعية لما شيء الراعية شيء يسوق قبله ارتساء هذه الشيء الراعي كهرية وحنون كرام مرفوع وحنون كرام مجرور وحنون كرام منصوب ويجمعها سد حذا وحا جمعنيا ومثالها جمعنيا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اسمي او لما عيسى اسمي وحهوس بابا هوسلكت ومخفوض بالحرف بسم الله او لفظ الجلاله انا وحاكو عمل فلي اسمي او مضاف إليه أسانا مضاف مضاف هو اسمي
الله هنا ومضاف إليه مركب مضاف كعمل عمل فلي. الرحمن يا الرحيم هنا وحكو عمل فلي يعني صفة تابع وي تابع الله سو وصفة الله سو الرحمن الله سو الرحيم وكسر شيخ حكي المركة فاسم اسم مجرور ويان بحرف الجر يا لغه حرف الجر هي بين قوسين اما بين معكوفتين والباء ولفظ الجلالة اسم اسم مجرور له بالمضاف له وحاول لو إضافة اسمية الرحمن يا الرحيم من اسمان لا اسم ويتابعان وحي راعيان لما شيء راعيان شيء سو قبلهما هذي في الجر يكون راعيان هوسجي لأنهما محايل لبضوا صفتان لبت ما مضوي أو للفظ الجلالة لفظ الجلالة اسمنا هذي الرحمن يا الرحيم شافوا حكوا المركة ولإيضاح المجرورات مجرورات يكون له عدين درتد نذكرها ونشيقنا بعون الله فيما يأتي وحيمانا نشيقنا يعني خد سوسع تنشيق دوناوي أولا المجرور من له بحرف الجر له مجرور بحرف الجر تعريفه تعريف كسوحي هو أسوأ الاسم اسمه الذي اسمه يقع دعايا بعد حرف من حرف قداش يستدعيا حرف قصو من حروف الجر حروف الجر كمذا حكمه حون كسو حويان الجر بالكسرة الجر هوسلق بالكسرة كسر له هوسلق أو أمي سمان ناب عنها وحف بدل كأهل هوسلق يعني يأذي يوحي لم يتكأها ويده رأسه مرة تابا ومعرفة علامات الإعراب أنفسه مرة مثاله مثال كسو حوي قوله تعالى هو الذي أليه وينزل دجي من السماء السماء حق إذا ما أنبيك سو دجي لكم منه شراب ومنه لكم منه شراب وسورة النحل لكم منه شراب مركا الله وحيد سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء من وحرف جر السماء مجرور بمنوي لكم اللام وحرف جر كاف ضمير كأهنا وحكو عمل فلي أو جرية مبني لكم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر أو اللام والميم علامة جمع الذكور ويان ففي الآية الكريمة آيدة ونكسني كلمة السماء كلمة السماء مجرورة والهوصلقية بحرف الجر إلى الهوصلقية ومنها وعلامة جر هنا الكسرة وي والضمير ضمير كنا المتصل الحريرة الكاف كاف كيوي الكاف كاف في لكم لكم لحظي تأ هذه ها اسم مجرور واسم الهوصلقية بحرف الجر إلى الهوصلقية اسم مجرور بحرف الجر واقرتي ومنها وعلامة الجر هنا الكسرة وي بحرف الجر اللام يا الوصيلة ولأنه محير ضمير والضمير ضميركم لا يدخله مقل ضميركم الإعراب إعراب كما قالوا ضميركم إعراب مقله فهو أصله مبني ولا بني في مبني ولا بني وحلق بني على الضم بلق بني وقرنسة في محل جر محل جر ويالاوي معاني حروف الجر انت تطالو كدغي انت وحك قال يا حروف الجر معاني ذي ذا او مهم افك